بسم الله الرحمن الرحيم. كما تبعتوا معنا اليوم الحفل الختامي لأماسي طنجة اللي تنظمت جماعة طنجة طبعا على 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 خلال هذه الأيام الأولى ديال رمضان. الحمد لله الحفل الختامي ولا اللقاءات الأخرى اللي نظمتها جماعة على مستوى دور الشباب، لا على مستوى التجويد بحفظ القرآن الكريم، ولا على مستوى الأماسي اللي كانت دور الشباب ومجموعة من الأنشطة الأخرى الموازية كذلك في الشق الرياضي. الحمد لله اليوم كان الحفل الختامي والتتويج ديال واحد مجموعة ديال الفائزين. الحفل كما تبعتوا وشاهدتوا يعني عرف واحد الحضور مكثف ديال ساكنة مدينة طنجة بالرغم من الحالة الجوية اللي كانت شوية سيئة. الحمد لله هذا دليل على نجاح هذا البرنامج اللي استراته جماعة، وطبعا جا في واحد الظرف اللي هو وجيز، لكن الحمد لله تمت العملية بنجاح. ودليل على كما تذكرت ان في جميع الانشطه اللي نظمتها الجماعه فكان حضور وازن لجميع سكان مدينه طنجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحسين العتيق مستشار جماعه طنجه، عضو في اللجنه ديال التنظيميه لهذا الاماسي اللي تنظمت طول شهر رمضان. بطبيعة الحال الحمد لله كانت جل اللقاءات لا من حيث البرامج الدينية ولا الرياضية ولا الاجتماعية ولا حتى الأعيان ديال المدينة أو للناس اللي عندهم تاريخ نظيف في هذه المدينة واللي هما دازوا في برنامج أماسي، وكانوا برامج دينية كذلك اللي تناسب شهر رمضان. والحمد لله ان جل اللقاءات كلهم دازوا في احسن ما يرام، وحتى الجمهور اللي حضر كله كنقدموا له الشكر الجزيل لان كان في المستوى الرائع ديال الحضور ولا الانصات ولا كان في المستوى. وكنتمنوا ان شاء الله اننا نكرروا هذه العمليه هذه للسنة المقبلة وغادي تكون ربما أحسن من هذه السنة إن شاء الله. وشكرا. اسمي نال هدى عرودي. صراحة اليوم كانت واحد الليلة مزيونة واستمتعنا بزاف، كانوا بالعدد ديال الأنشطة. كنت ضمن اللجنة التنظيمية في هذه الأمسية هذه واللي كان عليها واحد الحضور والإقبال من جميع أحياء طنجة، وهذا الشيء تبارك الله كان مزيون بزاف، والناس كسروا الروتين اللي دازوا منه في كورونا، ونتمنى إن شاء الله يكون مزيد من الأمسيات والحفلات. وكنشكروا جميع الناس اللي كانوا في اللجنة واللي ساهموا في التنظيم ديال هاد الأمسيات هادو ديال هاد الحفلات، وكنشكروهم.